توقعك ايه لمباراتين الاهلي والزمالك الجايين، الاولى في الدوري والثانيه في السوبر، وهل اداء الفريقين ممكن يتاثر بوجود المباراتين ورا بعض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا باذن الله الاهلي يكسب الماتشين، وبالنسبه لل يعني هي الاصابات بس هي اللي ممكن تعمل مشكله عند الاهلي، انما يعني بنتمنى من ربنا ان الجماهير بس يعني بلاش التعصب، حته التعصب والامور تمشي بخير ان شاء الله. لا طبعا ان شاء الله الاهلي هيكسب، وان شاء الله يعني الفريقين كبار، فريق الزمالك طبعا كبير وفريق الاهلي طبعا فريق عظيم وكبير طبعا وتاريخ، وان شاء الله الفوز للاهلي ان شاء الله. وممكن ما ياثرش قوي يعني، عشان هم اكيد متعودين على حاجه زي دي، واكيد حصلت معاهم في قبل كده، فممكن ما تاثرش معاهم. فاللي ممكن انا شايف في نظري يعني ان ممكن يتعادلوا، يعني الزمالك في الفترة الأخيرة ابتدى يتحسن من نفسه هما والاتنين، وأداء الماتش الأخير كان قبل كاس أفريقيا، فأنا شايف الاتنين ممكن يتعادلوا. لا التوقع أصلا معروف من بدري جدا إن أداء الأهلي مستمر ما شاء الله، والزمالك ما شاء الله شغال بالتنقيط، فطبيعي بإذن الله يعني الأهلي حقق نتائج جامدة جدا، يمكن النتيجة التانية هتبقى أقوى من الأولانية بإذن الله وفرق شاسع. وامبارح كان في ماتش 6-1 بتاع السيتي، فان شاء الله باذن الله بقى في 6-1 وفي 7-1 وربنا يكرم باذن الله. ومش عايزين بس بعد المباراه ما بتخلص يقول لك سعد عبد الحفيظ قافل الشبكه بقفل وعامل اعمال، فخلينا في الطبيعي كده والملعب باذن الله هيبين كل حاجه. طبعا هو مستوى الاهلي دلوقتي ابتدى بسبب ضغط المباريات، فالمستوى الاهلي دلوقتي ابتدى يتاثر بالموضوع دوت، فطبعا هياثر على الفرقتين اكيد طبعا. لا ممكن الزمالك اللي يكسب والاهلي ممكن يجيب جونين وبس، يعني الزمالك ممكن الاضمن للفوز تقريبا. وجود المباراتين ورا بعض هياثر على اداء اللاعبين، بالذات ان الاهلي كمان فيه اصابات كتير دلوقتي، عنده فرقه كامله فيها اصابات. بس انا عن نفسي انا اتمنى فوز الاهلي في المباراتين ان شاء الله. مفيش اللعيب في الملعب بيلعب وبيتمرن على حاجه زي كده ولياقته جاهزه كلها، هو ده يعتبر شغله.